تجري الاستعدادات على قدم وساق بمدينة أكادير لإطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتنزيلا لاستراتيجيات وزارة الصحة بخصوص هذه العملية. جريدة لودوز عربية زارت أحد المراكز المخصصة لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا بأكادير وأعدت الروبورتاج التالي. هي إجراءات احترازية وتدابير وقائية اتخذتها مندوبية الصحة بأكادير وبتنسيق مع السلطات المحلية وتعبئة جميع الأطر الطبية لإنجاح هذه العملية، كما يوضح ذلك الدكتور قادر رشدي المدير الجهوي للصحة بجهة سوس مسا. في إطار الاستعدادات لعملية التلقيح ضد كوفيد، قامت المندوبية الإقليمية للصحة بعملة أكادير إذا وتنان بتنسيق مع السلطات المحلية باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح هذه العملية، ذلك عبر تهيئة 42 مركز ولا نقطة تلقيح قارة إضافة إلى 14 وحدة متنقلة من أجل التغطية ديال العالم القروي، كما تم تعبئة ديال أكثر من 300 ديال الموارد البشرية بكل فئاتها، إضافة طبيعة الحال إلى توفير جميع الوسائل اللوجستيكية بما فيها سلسلة ديال التبريد أو لاشين دو فروا، وكذلك وسائل التنقل، وهذا كله طبيعة الحال من أجل إنجاح العملية الكبرى، من وهذا بهدف طبيعة الحال الرجوع إلى الحياة الطبيعية سواء الاجتماعية الاقتصادية أو الصحية. المركز الصحي بتلبرج واحد من بين المراكز التي تستقبل المواطنين بجهة سوس مسا للاستفادة من عملية التلقيح وفق إجراءات وتدابير وقائية أطر طبية وتمريضية، الكل مستعد لإنجاح هذه العملية، كما يوضح ذلك السيد ميلود بن دحمان رئيس المركز. نحن اليوم على استعداد للحملة الوطنية التلقيح. ليست الحملة الوطنية التلقيح ليست ولدية اليوم، بل كانت هناك حملات، كان البرنامج الوطني المستعد للتلقيح، وجات الحملة الأيام الوطنية للتلقيح اللي هو دابا البرنامج الوطني التمنيع، وجميع اللوجيستيك موجودة، مهني الصحة على استعداد لإنجاح هذه العملية. كان طالبوا من الساكنة ومن المواطنين باش ينخرطوا بكثافة في هذه الحملة، باش إن شاء الله تكون عندنا سنة سعيدة 2021 بدون كوفيد. هذا الشيء ما كنت منه، وتنهني جميع مهني الصحة بالمجهودات اللي يقوموا بها في إطار إنجاح هذه العملية. كنشجعوا الناس، هو المركز ديال التسجيل، كنشجعوا الناس كيدوزوا للمرحلة الثانية ديال التلقيح. من المرحلة الثانية ديال التلقيح كيدوزوا للمرحلة ديال الكونترول، نشوفوا واش داروا التلقيح ولا ما داروش التلقيح، وهذه هي المرحلة باش كيدوزوا. ويبقى السؤال المطروح، هل سيساهم المواطن المغربي بدوره في تعبئة وإنجاح هذه العملية لمحاربة هذه الجائحة؟